بما أن ضمن البيان الذي تلوناه هنالك إشارات نريد أن نستفهمها من الأخوة في دولة العراق والشام حول مرور سيارة الشيخ محمد كنج من فوق 6 تشرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، صلى على رسول الله. أما بالنسبة لأخونا محمد كنج فبإذن الله عز وجل إخوانكم يتعاونون معكم لإيجاد هذه لكل من فعل هذا الفعلة الشنيعة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا مع كل من يريد البحث عن الحقيقة على إيجاد من فعل هذه الجريمة. وبإذن الله عز وجل سنصدر بيانا تفصيليا لهذه المسألة، وجزاكم الله كل خير. بإذن الله عز وجل نادوا بأعلى أصواتكم للنفير إلى سفيرة وغيرها من المناطق للجهاد في سبيل الله، وجزاكم الله كل خير. محمد كان مولاي سيالينو